Ya Rabbil Alemin El Fatiha. Mesafeye lütfen dikkat edelim. Sakin, sakin olalım. Allah rahmet eylesin. Lillahi Teala El Fatiha. Sosyal mesafeye lütfen dikkat edelim aziz kardeşlerim. Sosyal mesafeye dikkat edelim. الفاتحة حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. عليك سلام الله. عليك سلام الله. يا أخي مصطفى أنت الميت. اذكر الأعداء الذي خرجت عليه من دار الدنيا. وهي كلمة الشهادة التي والمؤمنون إخواني والمؤمنات أخواتي. واعلم واشهد بأن الموت حق وسؤال المنكر والنكير حق والنشر حق والميزان حق والصراط حق والجنة حق والنار حق.
وأن للمؤمنين والمؤمنات في الجنة حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. اللهم ثبتنا وثبتوا على الجواب. يا بر يا تواب، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وارض عنا وعنه وعن جميع المسلمين. يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله رضا سيشن حضرة محمد عليه الصلاة والسلام شرفيشن بتون بيخنبلرين أصحابلرين مشايخلرين علمالرين Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ruhaniyeti için bu mezaristan'da yatan bin mümin müminatın ruhları için, ümmeti Muhammed'in saadet ve selameti için, bilhassa Mustafa hocamızın ruhaniyeti için ya Rabbi kabul eyle ya Rabbel Alemin. El Fatiha ma salavat. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Taziyemiz olmayacaktır malum meseleden dolayı. Dua edelim. Cüz almak isteyenler zaten numara atılmıştı, oradan da cüz alabilirler.